اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نسألك إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.